مع تغير الفصول بيصاب عدد كبير من أولادنا بالأنفلونزا. في بعض أولياء الأمور، بعض الأمهات بتلجأ إلى التطعيم الموسمي لمصل المضاد للأنفلونزا. هل ده بيجيب نتيجة ولا ده مجرد إجراء احترازي؟ لأن احنا بنعرف إن الأنفلونزا بتتغير الفيروس بتاعها كل سنة، والمصل انا باخده السنه دي ده بتاع الفيروس بتاع السنه اللي قبليها يعني؟ لا، هما بيتعمل الفيروس اللي مثلا كان موجود السنه دي 2013 2014، فهو بيكفر فتره الشتاء، بينزل كل سنه يكفر الشتاء بتاع السنه دي. والسنه اللي بعدها لازم يتاخد تاني في شهر من 9 او 10 او 11، ده اخر حاجه عشان يدي وقايه لبقيه الشهور السنه. ده افضل يعني؟ ده اكيد علاج واقي، حتى لو ما منعش تماما الانفلونزا، بس بيقلل حدتها او بيقلل عدد المرات. يعني بدل ما الطفل يجيله مثلا 7 مرات، لا يجيله بس مرتين او 3، وبتقلل حده الامراض. طيب اخد مدام نوره من اسكندريه. الو الو، مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذه نوره؟ لو سمحت كنت عايزة أكلم الدكتورة بعد إذن حضرتك. اتفضلي. هو دلوقتي أنا حامل وفي تاني بيبي، وأنا كان في البيبي الأولاني بعاني من مشكلة إن أنا في كلبن أم، يعني أول مثلا شهر أو شهرين كان اللبن من النوع اللي هو اللبن شفاف، فبحاول أرضع طبيعي كومبليتلي يعني 6 شهور دول، بس كان بيدوني إيحاء إن اللبن حاجة يعني خفيفة جدا، مش هتدي التغذية المناسبة، فكان بيدوني إيحاء، عشان كده دخلت في البيبي الأولاني لبن صناعي. فهل المفروض الواحد يعمل إيه لو هو لقيت المشكلة دي وأنا حامل دلوقتي وشهر، يعني كمان شهر إن شاء الله هجيب بيبي تاني إن شاء الله بالسلامة. ربنا يقويك بالسلامة إن شاء الله. هو اهم حاجه غذاء الام، لو الام بتتغذى كويس، لو شربت الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لتر لبن، لتر ونص ميه، لتر ونص عصير، وتفطر كويس. يعني هي مشكله الامهات بعد الولاده انها عايزه تخس، فالاتنين ما بيمشوش مع بعض، هي لازم تتخن شويه عشان الراجل ما يبصش بره. فلازم انها يبقى فطار حلو وغدا حلو، والعشاء برضو يبقى زي الغداء، مثلا ممكن يبقى الخضار مع البروتين، التغذية الصحية السليمة، وعلى مدار 24 ساعة، لأن في أطفال بتنام بالنهار وبتصحى طول الليل، فلو الأم كلت بالنهار ده ليه عادة يعني، ما فيش كتير، ده مش شذوذ. كل الأطفال كل معظمهم بيسهروا طول الليل، فبيسهروا طول الليل، والأم بقى كلت بالنهار وخلاص يتقلقنا كده، خلاص عملت اللي عليها، فتيجي طول الليل ما فيش لبن لأن هي ما بتاكلش. فهي أنا بقول لهم افريج كده كل ساعتين كوباية كبيرة مية أو عصير أو لبن على مدار بقى 24 ساعة، لو نام البيبي هي تنام. طيب أخد لبنى من الجيزة ونجلاء من الزيتون، اتفضلي لبنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. لو سمحتي، أنا عندي بنت عندها 3 سنين و7 شهور. أوكي. بتعاني من مية خلصة تطري في الأذن. خدت مضاد حيوي لمدة أسبوعين ورحت المية ما اختفتش وزي ما هي. تنصحوني ان انا اعمل عمليه، هل اعمل عمليه ولا اخد اي ادويه ثانيه ولا نصيحه حضرتك ايه؟ شكرا. لا بصي، هو موضوع الميه اللي ورا طبله الودن نمره واحد بتبقى المضادات الحيويه، بس في ادويه مساعده علاج يعني. ففي ادويه مساعده مثلا منها حاجات الكورتيزون، وفي ادويه ثانيه اللي هي بخاخات الانف، لان في اطفال كتير بيبقى عندها حساسيه جيوب انفيه، فدي بتاثر على انها تعمل ميه ورا الودن، فبرضه بخاخات الانف. وتالت حاجه، في ادويه بتبقى بتقلل شويه الارتشاح. فاحنا بنجرب الكوكتيل ده كله على بعضه. وموضوع بقى العمليه بيتقرر لو احنا فضلت اللي احنا بنسميها كرونيك اوتايتس ميديا، او انها فضلت قاعده 3 شهور، لو 3 شهور ما بتتحسنش، او لو اتكررت اكتر من 3 مرات في 6 شهور، يبقى ساعتها ده خلاص المفروض بقى تحط الانابيب، اللي هي بتبقى انابيب عشان تطلع الميه دي. نجلاء من الزيتون. الو، عايز مساء النور. مساء
أيوة، كنت عايزة أسأل الدكتورة دينا. اتفضلي. طفل عمره 8 سنين وطول الليل بينام فاتح بقه، ويعني ما بيعرفش يتنفس من مناخيره خالص. الموضوع ده مضايقني جدا. تمام. هو الموضوع ده يعني اول حاجه تعمليها تستشيري دكتور انف واذن وحنجره، غالبا في اشعه بتتعمل بتبين اللحميه، لان كونه فاتح بقه غالبا في لحميه، فاللحميه دي تخليه فاتح بقه طول الليل، ولما بتتشال بتبقى الدنيا كويسه بعد كده. ده الاحتمال الاكبر. في احتمال اقل منه ان يبقى في حساسيه جيوب انفيه ممكن تخلي الطفل شويه مع ادوار البرد يبقى عنده المشكله دي. دي بيتاخد لها علاج، بيبقى بياخد دواء مضاد للهستامين بالليل قبل ما ينام، وبخاخ الانف. بالظبط. وبخاخ الانف. خالد من القاهره. الو، السلام عليكم استاذ محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالدكتوره. معلش انا شايف كل بتصل السيدات، انا بتصل بدل مدام يعني عشان ما بتصلش بالتليفون. اتفضل سؤال حضرتك يا استاذ خالد. السؤال، انا بنتي الصغيره عندها 6 شهور في وحمات ظهرت ليها كده من فتره مع الولاده، لونها بني، وقالوا انها بتروح وهيتاخد لها دواء، وعملنا اشعه عشان ما تكونش موجوده في المعده وكده، والحمد لله ما فيش. فهي بتاخد دواء اسمه اندرال، فقال يا ترى هو ليه بعض المضاعفات؟ الدكاتره كانوا قالوا بس ملاحظين في اسهال وكده، فعايز اعرف بس في اعراض جانبيه تانية للدواء ده عشان تزول، لانه هيستمر معاها فتره يعني. والوزن بتاعها دلوقتي نازل نص كيلو بعد اسبوعين من الدواء، هي وزنها حوالي 6.5 دلوقتي. وشكرا. هو الاندرال انا مش عارفه الحل اللي حضرتك بتقول عليها ايه بالظبط، يعني هي شكل الوحمات دي غالبا حضرتك لو تقصد اللي هي هيمنجيوما او تجمع دموي، دي بتبقاش بني، بتبقى محمره شويه، ده اللي بيتاخد لها دواء الاندرال. والاندرال ممكن يسبب لخبطه في سكر الدم شويه، فممكن يخسس الطفله. ممكن طبعا لان الدواء بيتاخد عن طريق الفم، بيبقى راسه بتتكسر، فممكن ده يعمل لها شويه اسهال، فوارد وارد انها تخس. فهي بس محتاجه متابعه شويه مع الطبيب المعالج عشان يظبط الجرعه تكون مظبوطه، يعني يروح للطبيب المعالج بالظبط عشان يبقى عارف الحالة على بعضها. لان ما اقدرش اقول له وقف الدواء انا مش عارف بالظبط. فيعني ايه، نشوف الاهم من معرفة الاعراض الجانبية هو الجرعة قد ايه، وممكن تتقلل او على حسب الوضع نفسه. وانا سعيد باستاذ خالد ان هو اللي اتصل، يعني كل الامهات هي اللي عمالة تتواصل، ومعانا سارة من البحيرة. بحييك يا استاذ خالد. اتفضلي يا استاذة سارة. السلام ورحمة الله. صوتك واطي. ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك. اسالي دكتوره دينا على طول. لو سمحتي يا دكتوره، انا بنتي عندها 11 شهر. ايوه. وما بتنامش خالص، يعني لا بالليل ولا بالنهار، ويا دوب لو خدت غدا او اكلت او كده وتلاقي يا دوب ساعه او حاجه وتقوم على طول، وبالليل ده ما بتنامش نهائي، نص ساعه وتقوم، نص ساعه وتقوم. طيب، هي موضوع تنظيم الطفل ده بيبقى محتاج تنظيم البيت كله. الاول تنظيم الاكل، انها ما تاكلش سكريات بالليل، طول النهار، عشان السكر كتير. في اطفال، في امهات بتدي الاطفال حاجات مثلا زي الشوكولاته، زي حاجات مسكره، فيسهروا بيبقى انرجي زياده عليه، نشاطهم زائد. فتحديد مواعيد الاكل، فطار وغدا وعشاء في مواعيد ثابته، مع رضعات اللبن طبعا في النص. وبالليل تطفي النور، وهنبتدي بقى نعمل روتين للنوم، انها ممكن مثلا تحكي لها حدوته، ممكن تغني لها، ممكن تعمل لها مثلا تحميها قبلها، وتبقى طافيه النور والبيت كله يبقى هادي، لان هو الطفل فيه اطفال بتبقى شقيه مش عايز ينام، ومثلا شايف ان اخوه او اخته او والده او والدته قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، لا انا عايز اقعد معاكم. فهي الحل، هتاخدها في اوضه وتحاول تنيمها وتطفي النور والبيت كله يبقى هادي جدا. احساس انك عايشه معانا كلنا. كلنا مرينا بكل الكلام ده، واللي ما اتجوزش شايفين. مفيش اطفال هيناموا، اوعى حد يعمل. وهي بالتدريج، هي مش هتنام من اول يوم مره واحده، بس هو تريننج ممكن ياخد اسبوع، ممكن ياخد اسبوعين. كل يوم، بس هي تقاوم انها ما تولعش النور، حتى لو الطفل عايز تحاول تهديها ونقولها لا ده احنا لازم ننام، وحتى تنام، يعني هي ممكن تنام على سرير جنبها عشان ما تبقاش بتنام جنبها في السرير لو هي عايز تفصلها يعني، بس تبين لها ان خلاص هو ده كل يوم، وكل يوم في نفس الميعاد. الامراض اختلفت دلوقتي دكتوره دينا عن امراض زمان، يعني اهالينا ما كانوش بيعملوا تواصل مع فضائيات او بيروحوا للدكاتره، بس ربونا والدنيا مشيت، ولا الفيروسات تطورت ولا ايه؟ هي اكيد طبعا، هو التلوث يعني انتج فيروسات كتيره وميكروبات كتيره وحاجات كتيره اتطورت، حتى الانتي بايوتكس دلوقتي ممكن تجيب مع بعض المضادات الحيويه. ومع بعض الاطفال نديه برضو ما يبقاش فيه تحسن. فهو اكيد في طفره في الفيروسات وفي البكتيريا اللي موجوده. الهلع بتاع الامهات ده مبرر؟
اللي هو الطفل يحصل له اي حاجه تجري بيه على الدكتور. تعرف في امهات غالبيتهم قاطعين ابونيه عند الدكاتره ودايما بالتليفون والحقن وعمان. هل ممكن نبعت رساله لكل ام انها تقوي قلبها ويبقى عندها ارشادات اوليه تتعامل معاها؟ هي تلتزم بالعادات الصحيه السليمه والتغذيه السليمه. لو عملت الحاجتين دول ناخد العادات الصحيه. العادات الصحيه ان الطفل طبعا اهم حاجه نظافه. نظافه الطفل يستحمى كل يوم، غسيل ايدين كل 3 4 ساعات في متوسط، مره مرتين بتاع مره كفايه. يغسل ايديه كل ساعتين 3 قبل الاكل، لازم يغسل ايده. لو انا مثلا في تجمع كبير عارفه ان في طفل عيان ما اروحش التجمع ده، ولو انا طفل عيان ما اروحش بيه تجمعات طبعا، لان هي العدوى بتنتشر غالبا ان الطفل عيان. اخاف على اولاد الناس برضه زي ما اخاف على ابني. الرضاعه الطبيعيه اول 6 شهور دي من اهم الحاجات. اعلم ابني ان انا ما ياخدش حاجه من الارض، يحطها في بقه. طبعا دي بيبقى في حاجات يعني فيليرز كتير او فشل كتير فيها، بس اطفال بتتعود بالارشاد المستمر. دي العادات، التغذية الغذائية، الخضار والفاكهة أهم حاجة، العسل الأبيض، الليمون، الحاجات الصفرة زي الفلفل الأصفر والقرع والكيوي، الحاجات دي فيها فيتامين سي وفيها حاجات محفزة للمناعة. التوم الفريش ممكن أدخله في السلطة، الحاجات الخضراء. طيب وأقلل بقى الحلويات. تليفونين، رحاب من القاهرة وسمر من البحيرة، اتفضلي يا رحاب. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ممكن اكلم الدكتوره؟ ده بسرعه يا رحاب، ده انا عملت لك استثناء اهو من المخرج لان قربنا نقفل. انا كنت عايزه اسال الدكتوره دلوقتي، انا بنتي عندها شهرين وبتنزل لبن من مناخيرها بعد ما بتاكل. بلاقيها بتنزل لبن من مناخيرها كتير، يعني ممكن بعد الرضعه مثلا تقعد مره واثنين تنزل من بقها ومناخيرها، وجبت لها البخاخه دي برضو بتنزل لبن من مناخيرها، فمش عارفه ده اعمل معاها ايه، وعايزه اعرف كتره برضو ده غلط عليها ولا لا. هو الحقيقه توصفيه ده بيبقى ارتجاع. الارتجاع علاجه كذا حاجه. اول حاجه ان بلاش اللبن البقري او اللبن اللي هو الصناعي، يفضل انها تكون بترضع طبيعي، ده نمره واحد. نمره اتنين ان الطفل يكون مرفوع شويه، ما تبقاش نايمه خالص فلات، يعني تبقى مرفوعه بزاويه مثلا 30 ل 40 ترضع وهي نايمه كده مسطحه شوية. مثلا لو عندنا مخدة وفي الكاريكات بتاعها ممكن تبقى نايمة ومرفوعة، زاوية ميل كده، زاوية ميل بالظبط، لان هو ده ارتجاع، وهو يعني حاجة واردة جدا في الاطفال وفي السن ده، وبيروح من المناخير من الانف، لان الحتة دي عندهم صغيرة، فهو لما بتيجي ترجع فبيطلع من مناخيرها عشان هي لسه صغيرة. طيب. فبيتحسن بالوقت. سمر من البحيرة وفي نص دقيقة علشان قربنا نقفل الدكان. يا سمر، السلام ورحمة الله. انا سمحت يا دكتورة. ايوه. انا عندي ابني عنده 6 سنين ونص او 7 سنين. ايوه. ماشي. فمن هو دكتور عنده سنة تقريبا، هو عنده حساسية على الجيوب الأنفية وراسه، وحساسية على صدره. فأنا بصي، أنا ضغطي بيه في اسكندرية وفي القاهرة وفي كل حتة، ما بيعديش عليا شهرين غير لازم مضاد حيوي، وبدي ساعات كورتيزون دكتور بيدي في تركيبات، وأنا ابني خد كمية مضادات حيوية. بصي أنا مش قادرة أوصف لك، فأنا خايفة كل المضاد الحيوي ده ما أثرش عليه. ده أول سؤال. وطلع لي ابني الثاني برضه 4 سنين عنده نفس قصة أخوه، الكحة مع بعض، وطول الليل ما بيناموش من الكحة. كحة بطريقة وحشة لدرجة إن الدكتور في اسكندرية عمله على كليب وقال أنا هشرح عليه. كتب الله الشفاء لأولادك مدام سمر، اتفضلي. هو أول حاجة يا مدام سمر نحاول إن احنا نقيهم من العدوى. يعني لو لاقي مثلا جو برد قوي حاول لبسيهم اللبس يكون زي الجو. يوم مطرب ما ينزلوش من البيت. الوقايه زي ما قلنا بالميه والملح زي ما قلنا للانف والغرغره، ونشربهم اللي هو العسل الابيض بالليمون. ده كوقايه غذائيه والعادات الصحيه السليمه. نمره اتنين بقى، بدل المضادات كتير، في جهاز للاطفال ما دام هي الموضوع متكرر اللي هو جهاز البخار. بنتعامل بيه بدل الدواء، ما دام حاجه متكرره هو بيبقى بنحط الدواء في الجهاز، فبيطلع بدل ما مثلا هي بتقول ياخد كورتيزون كتير، بدل ما ياخدوا شرب باعراضه الجانبيه، طب ياخدوا في الدواء في الجهاز، فيوصلوا ما يوصلش نسبه للدم، يبقى هو على قد. روح لدكتور ايه يعمل لها ده؟ دكتور امراض حساسيه. دكتور الحساسيه هيوصف لها ده، فده حل. الحل التاني مش كله دور اكتب مضاد حيوي. لو هي ما فيش حراره عاليه، ما فيش احتقان في الحلق، ما فيش التهاب اذن وسطى، يبقى انا مش محتاجه مع كل دور حساسيه مضاد حيوي. طبعا لازم تبقى يعني مضاد ما تديهوش من نفسها، لازم تحت اشراف الطبيب.
دكتورة دينا أكمل استشاري أمراض الأطفال بكلية طب قصر العين، بشكر حضرتك على تشريفك لينا النهاردة، بشكر ضيوف اللي شرفوني النهاردة، وحلقتنا خلصت وهيظهر حالا على الشاشة الصفحة اللي احنا بنملاها بيسمينه الابليكيشن، وانا ما بحبش اقول انجليزي على الورقة والاستمارة اللي نملاها علشان نحضر البرنامج في الاستوديو، وادخلوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك مساء الخير مع محمد علي خير وتشرفوني على طول. بكرة حلقة مهمة لأي حد مهتم بالضرائب او عليه ضرائب او عايز يتهرب من الضرائب، هيشرف لها رئيس مصلحة الضرائب بنفسه دكتور مصطفى عبد القادر. انتظرونا، تصبحوا على خير.